لحمايتك من السقوط ضع سياجة من الحفر. والله هسه احنا التدريب المهني احنا بنعطي طلاب الخبرة العملية والنظرية. هاي طينة حمراء ممتاز فيها بلادنا اللي هي احنا بنعرفها من ايام اجدادنا. طينة يا بلادنا يا طينة. بالضبط. او من طينة بلادك للتخدادك. بالضبط من طينة بلادك للتخدادك. جميل اللي قاعد. نعم. بنات اللي عندنا هون اغلبهم خريجات جامعة وخريجات تخصصات عالية يعني ما فيها لمعة كثير عشان تشعرنا بالقدم. انه احنا عن جد عندنا قطع تراثية. بالضبط. الذهب المدفون. يعني في معاهد كثير بتدرس تخصصات العملية والمعاهد مجهز بأحدث الأجهزة. طب شو بتنصح الشباب بخصوص هذا التخصص يعني؟ بخصوص هذا التخصص تخصص كثير حلو يعني وله مستقبل منيح كمان. لأنه حالياً التعليم الأكاديمي صار فيه تكدس يعني بالأسواق. تكدس. خمج الشباب. خمج الشباب. يس. أنا متوظف معلش. أنا بشوطوا عليها عشان دور مريضة الله يعينك يا أختي. الله يخليك تقومي وتطلع تركضي إن شاء الله. في كمان نكتب الأحرف الأحرف النبطية الأرقام النبطية كمان. رن علي بالنبطي صح. أيوة. أرقام نبطي. أيوة. اللي بعطينا مفك 15 ولا مش ليش زوج مفك 15. هسا بدك تفكوا العادم أول إشي من جهتكم. شو العادم؟ إيش يعني عادم؟ ضحى احكي لنا عن تجربتك هون شو قصتك شو لك شو عليكي دوم منك فلوس إشي. طب احكي لنا عن الخزف كيف تجربتك مع الخزف؟ كتير حلوة يعني حبيت يعني أنا كنت من الصفر ما بعرف لا إشي ما أتوقعت إني بعرف أرسم ومع المس اللي تعاملت معنا بطريقة حلوة أعطتنا أسلوب حلو إنه نعرف نرسم ونطبق. أحلى مس العالم هي جبارة هاي. ترى الواحد ببلش من الصفر ومن الصفر بصير للمية بيوصل لأعلى الدرجة. والنتائج بناخده وياش على البسبار. إيش يعني بسبار؟ هذا طقم السلطان. نعم. تحفة رائعة. طقم بنت السلطان؟ لا طقم السلطان. حني على الغلبان؟ لا. أخذت دورة وبعد ما أخذت الدورة تعينت في المعهد كمدربة وصرت مدربة وأنا مبسوطة كثير بهاي المهنة يعني. بعرف لك هالصبية وهالشاب أقوى من مية البلدية أسرع من باص الكوستر طموح قد الدنيا. هذول صبايا وشباب الأردن لاقوا الشغلة اللي بيحبوها وتدربوا لحتى كل حدا فيهم صار بمجاله معلم ومعلم. وسمعني انت معلم. انت هسه معلم يعني نص معلم نص معلم.